نفسنا يعني ايه نفسنا؟ ايه نفسنا؟ تتبلور؟ انا هقول تتبلور؟ Who writes this؟ النفسنا تتبلور عندما تجتمع اكتر من انثى في مكان واحد. اه والله العظيم اليكم برنامج الستات الاول في مصر. مصر والوطن العربي. لا وفي الكوكب الارض كله. اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من برنامج نفسنا، برنامج النساء الاول في الوطن العربي، وان شاء الله قريبا هيبقى في العالم بعد ما ننزل الشريطه اللي تحت دي بتاعت الترجمه ان شاء الله. ودلوقتي بنتلقى عروض من تركيا وفرنسا والسويد والمانيا والدنمارك، مستنيين العروض بقى ان شاء الله من امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. مش بينشغلوا في الدنمارك بس هيتبسطوا، هيتعلموا، احنا هنفضل لهم نفسنا وتسلمين كمان. أنا الأوان نتعلم نصدر حاجة للخارج بدل ما طول الوقت بنستورد. وطبعا قبل ما أبدأ حلقتي على مضض هرحب بزمايلي لعبة الأيروبيك بدرية هانم ترى مش الأيروبيك العروسة المارونات هيدي والتفاحة لسه موعدش من على الشجرة حبيبة واتساب انتي. والنهاردة عندنا فقرات جميلة جدا جدا هتعجبكم قوي، وبرضو احنا مهتمين بموضوع المرأة وفقراتنا هي في حلقة النهاردة من نفسنا هنتكلم عن دليل المرأة السعيدة مشروعة. على فكرة مش بنتكلم في الإكستريم، حتى ده حقوقنا الطبيعية ما بنعملهاش، فعرفي حقوقك. والكريم ده فوار في الصيدلية. اه يا حبيبتي ده الحموضة. حاجة عبيطة كلنا بنعملها. حجارة خلصت، ليه مدي الموضوع أكبر من حجمه؟ ليه؟ اه طب اه 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 لقاء مع الفنان مجدي صبحي. أمينة رزق ده بتقول دول ولادك ارحمني. لا اخرصي دول مش ولادي، دول ولاد الخطيئة. فاحنا دخلنا بابا اخرصي يا ولاد الخطيئة. طخ طخ. أول فقرة معانا النهاردة وهي هتخص المرأة، دليل المرأة للسعادة. طبعا الستات بطبيعتهم او المراه بطبيعتها سواء بنت او مدام عندها مشكله ان كل حكمها على الاشياء حكم يعني نفسي عاطفي من غير ما يبقى حكم عقلاني 100%، وتبقى عامله خطه وعامله قرار، ولو ما حصلش كذا هيحصل كذا، والساعه 3 هيحصل كذا. لا دايما الست تلاقيها عاطفيه في حكمها على الاشياء، ودي طبعا ربنا خلقها بالطبيعه دي نتيجه دورها على الكرة الأرضية، لأن الست هي الأم، الست هي المعون اللي بيشيل الطفل، الست هي اللي بتحتوي الطفل وترضعه وتربيه لغاية ما يبقى راجل طول بعضه، وتفضل لغاية ما تموت طول الوقت مهتمية ومحتوية الأسرة ومحتوية أولادها. فإحنا هنقول لكم شوية نقط كده عشان نقول للست الجميلة العاطفية إزاي تبقي سعيدة، مش إزاي تبقي وزيرة، لا إزاي تبقي سعيدة. وأول خطوة في دليل السعادة للمرأة هو أول حاجة لازم تكوني مقتنعة إن السعادة من حقك، من حقك، من حقك، من حقك. أنت جيتي الدنيا دي مش بس عشان تعملي مسؤوليات واجبات، أنت جيتي عشان تكوني كمان سعيدة. فعشان تكوني سعيدة لازم تعملي اللي نفسك فيه. طول ما اللي نفسك فيه ده في حدود المقبول وفي حدود المعقول لازم تعملي نفسك فيه.
تقصي شعرك، تطولي شعرك، تعملي ازرق، تعملي اصفر، تلمي، تسيبي، تلبسي جلابيه، تلبسي بنطلون، تلبسي تيشيرت، تلبسي قميص، تذاكري ايه خالص؟ لا مش قوي كده، يعني لسه بنقول في حدود المعقول والمقبول. تذاكري ايه؟ تدرسي ايه؟ تشتغلي ايه؟ دي حقوقك وحقوقك الاساسيه. ولان احنا في مجتمعاتنا الشرقيه ساعات بنحد من حريه المراه اللي هي مشروعه على فكره، مش بنتكلم في الاكستريم، حتى ده حقوقنا الطبيعيه ما بنعملهاش. فاعرفي هو الاكستريم ده فوار في الصيدليه. يا حبيبتي ده الحموضه اللي بتجيلي، او لما تقوم المعده يعني بتبص عليكي كده عشان تفتحي الفم تضربي الفواره دي. بتتكلم على اللي بتاخده قبل ما تروح الجيم، بيدي طاقه كده كله كافيين. هو ده الاكستريم بقى عشان تنفجري على التريدميل على طول. بس انت بالروب اللي انت لابساه بتاع اوضه النوم ده المفروض ما تتكلميش. لا ده بتاع استقبال الضيوف. ده الروب الشيك. لا ده بيتلبس بقى تحتيه حاجه ولا بيطلعي بيه على طول الضيوف؟ لا يعني برضو ايه، عشان ضيوف فبحاول يعني استر نفسي من جوه. عندي بقى الروب بتاع اوضه النوم مخرب، المطبخ والروب بتاع الحمام، عندي عدة أرواب. يعني أنت عايشة في البيت أرواب بس؟ عدة أرواب هنشوفهم كلهم في البرنامج واحدة واحدة. تخرجي بقى الحلقة الجاية بروب الحمام. كوني حرة واختاري الاختيارات في الحياة اللي نفسك فيها، لأن ده حقك. وخليكي فاكرة مين فينا ما بيغلطش، كلنا بنغلط ولازم نغلط عشان نتعلم من غلطنا. صح. والمثل بيقول ايه؟ يموت المعلم ولا يتعلم. فيا حبيبة قلبي لما تغلطي مش اخر المطاف واخر الدنيا وتيجي ناس تحبطك وازاي وليه. لا اغلطي، مش عيب ان انت تغلطي، لكن العيب ان انت تستمري في غلطك. الصح اعرف العيب فين واصلحه، اصلح من نفسي. وطول ما انت عايشه ومهما كبرتي شوفي نقط ضعفك ايه وصلحيها وقويها. صح. جامعة هارفارد عملت أكبر دراسة في العالم على السعادة، على مصدر السعادة، تابعوا أكثر من 700 شخص على مر 75 سنة. تخيلوا كل سنة بيتابعوا البني آدم ده شغلهم، حياتهم، علاقاتهم، حتى مرتباتهم، كل حاجة. ولقوا إن أكبر مصدر للسعادة للبني آدم هو العلاقات القريبة الحميمة الناجحة. يعني عندك ناس قريبة منك بتحبك وانت بتحبيها، وهو ده اللي خليك تبقي سعيدة وبيحافظ على صحتنا كمان. أهم صح. حاجة في الحياة. صح. هنطلع تقرير، استنونا. الست تكون سعيدة بنفسها لما تبص لنفسها الأول وتشوف إيه اللي يسعدها الأول. لو حست بالرضا من جواها هتشوف كل حاجة بقى كده لطيفة وحلوة وكده، لكن هي لو مش مبسوطة من جواها هتشوف كل حاجة غامقة. يعني هي الست تقدر تسعد نفسها لما تقدر تثبت نفسها في شغلها وتلاقي تقدير من اللي حواليها ليها. يعني هتروح الجيم، تخرج مع صحابها، تقعد في البيت مع عيلتها، هتعمل شوبينج. اما حاجه انها تستمتع، تسمع مزيكا كتير، تقرا. هتبقى سعيده في حياتها لما تعتمد على نفسها وما تفكرش انها تعتمد على حد تاني غيرها. يعني انا شايفه الست ممكن تبقى سعيده اما تلبس، اما تخرج مثلا، اما تحط مكياج، اما تبقى ناجحه في حياتها، اما توصل لحاجه هي كانت بتحلم بيها. من رايي الست تبقى سعيده لما تبعد عن الرجاله. دليل المراه للسعاده، بكره طول الوقت الست بتفكر في بكره وقلقانه من بكره وخايفه من بكره. ليه دايما عندنا قلق تجاه بكره والمستقبل والسنه الجايه والسنه اللي بعد الجايه، والعيال هتعمل ايه لما تكبر وتتجوز وهيشتغلوا فين ويا عيني هيتجوزوا؟ ليه عمرك بيتحرق في اليوم كله عشان بتفكري ببكره وانت ما تمتلكيش غير اللحظه دي اصلا عشان تعيشيها؟ تفكري بس ببكره، لكن ما تشيليش هم بكره. سيبي بكره على ربنا وسيبي التدابير على ربنا وعيشي هذه اللحظه الجميله اللي في حياتك. حاجة تانية مهمة جدا جدا، ما تخافيش من مشاعرك، اوعي تخافي. احنا دايما بنفكر في رأي الآخر فينا ودايما بنشيل هم رأي اللي قدامنا هيقول ايه علينا، لان احنا للأسف بنصدر احكام على الآخرين بمنتهى السهولة ودي اسهل حاجة عندنا. وانت لانك ست وفي مجتمع شرقي بتخافي قوي على شكلك وعلى منظرك وعلى رأي الآخر فيكي، فبتكبتي مشاعرك وبتبطلي تعبري عن نفسك. اوعي تبطلي تعبري عن نفسك، قولي جواك اللي جواكي، قولي اللي جوايا دلوقتي، قولي احساسك،
والمقارنة أسوأ لا حاجة. مش دلوقتي أول باب الستائر اللي انت لابساها بعد الحلقة أقول لا أقول مشاعري دي نقطتي لو سمعتي ما تقطعنيش في نقطتي انت بتعلميني أنا أعبر عن مشاعري أيوة مش لازم في اللحظة دي بيعبري بعدين مش لازم تقارني نفسك بالناس اللي حواليكي عايزة أطبق التجربة فورا في البريك في البريك طب في البريك شفتي بتقول لك عايزة أطبق كأنها بتطبق الغسيل وتحطه في الدولاب عايزة أطبق تعبري عن مشاعرك بتحبي تعبري عن مشاعرك مش مرتاحه تعبري عن مشاعرك مش مبسوطه تعبري عن مشاعرك عايزه تعملي حاجه تعبري عن مشاعرك عبري عن احلامك ما تخافيش انك تعبري عن مشاعرك ده هيطلع منك طاقه كبيره جدا بتتعبك لو فضلت مكبوته جواكي وطول ما انت صح وطول ما انت مقتنعه بنفسك ومؤمنه بنفسك ما تفكريش في راي الاخر وخلصت نقطتي الحمد لله عبر عن مشاعرك وبعد ما عبرت انتصار بتطبيقها للغسيل عايزاكي تكوني إيجابية صح ارضي الرضا ده بيخلي البني آدم سعيد جدا شوفي ربنا عطيكي إيه الحتة فين يعني إحنا كل واحد بياخد الأربعة وعشرين بتوعه الأربعة وعشرين متجزئين ناخد الحتة الحلوة اللي فيهم ونرضى بيها يعني مثلا واحدة شعرها طبيعي وحلو وطويل كده وبني وجميل عينيها مش عارفة كده لغات قوام ايه المشكله بدريه بتقول ان انا مجرد عندي شعر طويل وعيون حلوه بس لا يا حبيبتي انا عندي اكتر من كده بكتير انا درست في احسن الجامعات في العالم شفت العالم عندي لغات كتيره شفت ثقافات مختلفه اتعاملت مع ناس مختلفه من جميع انحاء العالم وجميع المستويات واهم حاجه في الموضوع ده كله ان انا عندي ثقه في نفسي وانا عارفه انا مين فبليز واتش ات انا بقى بص لنفسي ربنا عطيني ايه نجمه محبوبه مشهوره لابسه روب بتاع استقبال الضيوف عندي مسرح وبقف على المسرح كده ايه سيده المسرح عندي بنتين حلوين وعندي حفيده جميله عندي هايدي وسلمى مش بتقارن نفسها بحد تاني خالص خالص ولا عندي ستاير بحتاجها أستر نفسي بيها ولا اللي عندها شوية قضايا شايلهم مع نفسها الحمد لله ما عنديش قضايا أنا انتصر قري على نفسك الحمد لله هتلبسي قضية قريب إن شاء الله بسبب اللي انت بتعمليه ده ومن ضمن الرضا انك برضو تحطي هدف في حياتك فما تحسيش ان انت يوم ورا يوم بتصحي الصبح ومفيش اي حاجه في حياتك بتخليكي تبي متفائله ومبسوطه وعايزه تعيشي يومك فلازم يبقى عندك هدف وحتى لو فشلتي في الهدف تكملي وتصري ولازم برضو يبقى عايزه تجمعي في حياتك تجارب اهم حاجه في الحياه اللي بتبسطنا انك تشوفي العالم سفري تقابلي ناس تتعاملي مع ناس مش انك تبقي قاعدة في قوقعة في البيت مش بتشوفي حاجة مش بتتعاملي مع اي حد وكل اللي بتعمليه ان انت قاعدة بتفكري ان عندكيش ايه ومش مبسوطة ليه فلازم يبقى في هدف بياخدك برا وبيعملك اكسبوجر للعالم صح. اقول بس نقطة صغنططة تعقيبا على كلامكم عيبك حبي عيبك صح حبي عيبك عيبك يحبك خدوها نصيحة من واحدة معيوبة عمال احب الحاجات فيا كتير عمال احب احنا حابين الانجليزي بتاعك عامه فيعني ليه لا هو ماله هقول لك حاجه اخيره قبل ما نختم الفقره دي كل يوم ادي لنفسك نص ساعه ليكي اقعدي مع نفسك كده لنفسك اتكلمي مع نفسك لأنها اكتشفت ان في ستات قضوا 30 40 سنه من عمرهم ما قعدوا مع نفسهم ولا في الاجازات ولا في ايام العمل ولا في المصيف حتى فعلا مش متعودين من صغرنا ان احنا نفكر حتى ان احنا نقضي وقت مع نفسنا يعني بالطبع بتلاقي دايما لازم تشغلي نفسك وبعدين لما بتكبري بشكلك بتزيد ولو انت طفله ما عندكيش اساسا حاجه تقعدي بيها مع نفسك لكن لما بتكبري الاطفال بيقعدوا مع نفسهم اكتر من كتير قوي تخش عليه الاوضه تلاقيه قاعد لوحده قاعده تلاقيها من عادي مبسوط لا إيه انا نفسي انا بفكر لا بيقولوا لك بفكر يعني بيردوا عليك مش الاطفال اللي عندنا حبيبتي انا بجد
يعني بقول لهم بتعمل ايه؟ بفكر في ايه؟ في حياتي. انا بس طول كده طول انت قعدت 5 سنين حياتك شفتي؟ هتطلع متجوزه ومطلقه ومعاها عيلين ومخبيه. ليه ما تقولي عادي؟ ليه حبيبتي قولي؟ احنا في ليه؟ احنا فري كانتري. لو بجد؟ قوي احنا فري كانتري قوي. فيري سو فري كانتري. هجيبهم من امريكا. حاضر جايين بكره. وبكده نكون وصلنا نهايه فقره دليل السعاده للمراه. ويلا بينا نطلع فاصل ونكمل باقي فقراتنا. ورجعنا لكم للفقره الثانيه وهي بقى عن ايه؟ ان احنا في حاجات عبيطه بنعملها. حاجات لا لها دعوة بعالمنا ولا ثقافتنا ولا أي حاجة، ملهاش أي مبرر، بس متعودين نعملها وبنسأل يعني دلوقتي عايزين لها تفسير. إيه الحاجات اللي إحنا بنعملها وتفسيرها إيه؟ حاجة عبيطة جدا إحنا بنعملها. فاكراها جدا جدا، وأنا شخصيا بعملها بصراحة وبعترف. إيه؟ أما يبقى مثلا مبيضين حيطة في مكان ما أو في شارع ما أو في بيت ما ومكتوب مثلا إن الحيطة مبلولة في مدخل العمارة مثلا، فممنوع مدونة مبيضينها دهنينها فممنوع الاقتراب، فكلنا بيبقى عندنا فضول نحط ايدنا نشوف نفسك ولا لا. طب انا شم ريحة البياض انه فريش وانه يعني شكله لسه جديد، لازم اقرب واحط صباعي لزق ولا ملزقش؟ لا ولو ما تعصتش تبقى واخدة الاربع صوابع وبعدين اروح ضمن حتى الكف بقى كف. ما تعصتش خش انا بقى في البياض. يعني طب ايه انا اخيرا فهمت ليه كل الحيطان عامله كده هنا. أيوة. تلاقي دايما فيها وكوشه. لا وبعدين في حاجه بقى تانية سخيفه احنا عندنا برضو بصراحه، نحب قوي نحط ايدينا على الحيطه واحنا ماشيين حتى لو الحيطه ناشفه. يعني هي في عاده تلاقي ناس ماشيه طول ما هي ماشيه ايدها وسخه ممشيه ايدها على الحيطه. او بالمفتاح في العربيات. طب ليه؟ مش عارفه ليه العاده السيئه دي. او بالمفتاح في الحيطه. مبوظين عربيات كتير. ايه ده؟ عجبتكم العاده السيئه؟ انا بقى بعمل حاجه غريبه جدا جدا محدش علمهاني، انا اخترعتها مع نفسي وبعملها مع نفسي كده لما ببقى بعيط. ودايما كان بابا يقول لي زمان بطلي عياطي يا امينه رزق، انا لازم تشتغلي ممثله، انت لازم امينه رزق لو شافتك هتتبناكي. بعمل ايه بقى ولغايه دلوقتي بعملها الحكايه دي؟ بس الحقيقه محرجه اقولها لكم. انا ما بعيط، كل واحد بيخش عيط في اوضته لوحده، فانا لما بعيط بقى ويبدا تبدا بقى العياط بقى يسخن والدموع تنزل بقى وابدا بقى ارشح ميه من كل حته وعينيا احمر. لازم ابص لنفسي في المرايه وانا بعيط عشان تصعب عليا نفسي زياده فعيط اكتر، وابقى اواسي نفسي في المرايه واعيط. كل ما ابص لنفسي في المرايه اعيط اكتر. ده في حاجات اسوأ هتتقال لسه. ده انا عندي حاجات قد كده، مثلا الريموت بتاع التلفزيون، كلنا عندنا تلفزيونات فيها ريموت. دلوقتي بقاله سنه مرمي على الترابيزه وسنه انت مطلع عينه، مؤكد الحجرين الصغننين اللي جوه دول ماتوا ماتوا حبيبي كتر خيرهم. بتدوس ما بينقلش، بتدوس ما بيطفش، مؤكد الحجره خلصت. بديهي حجاره خلصت. ليه مدي الموضوع اكبر من حجمه؟ ليه؟ طب وده اكبر غلط. ده اكبر غلط، بيجيب امراض. وتم قال عشان هو عايز يقرب الغلاف الخارجي للداخلي اللي بط عشان يلقط من دي. وتم حاطط يخبط على الريموت بقى، لو ما اشتغلش يروح خبطه على ايده ويخبطه في راسه، يخبطه في البتاع. وبعدين يقول هستنى لبكره هشتغل بكره. ما انا عضعطها بقى هشتغل لغايه بكره. الريموت بدا يشتكي برضه لانه جوه مع عضعضه فباظت. يا بقى الحجارات دي ايه؟ مش يبطلوا يجيبوا لنا حاجات صيني واقعه؟ الحجاره ما عدتش معايا الا سنه. يا مؤمن. بدل الريموت بقى زمان التلفزيونات كنا بنضربها بالشبشب عشان تشتغل. لما الارسال يروح تقعد تخبطها عليه على راسه كده من فوق. يا اما بالشبشب. وكان بيشتغل؟ بيشتغل بالشبشب. بس انا كنت بخبط الشبشب ابو ورده ولا الشبشب الزنوبه؟ حسب على حسب. نطلع التقرير. اغرب حاجه بعملها انا مثلا بكلم واحد صاحبي على التليفون الارضي واقول له هو انت فين دلوقتي. ممكن نكذب، تبقى كدبه بيضه مثلا عشان نحافظ على موضوع ما، عشان نحافظ على علاقه مثلا، والموضوع يتكشف بغباء وتتقلب الموضوع علينا. اكتر حاجه الواحد بيعملها من غير ما ياخد باله ان هو ساعات بيرد بسرعه، ما بيبقاش بيفكر قبل ما بيرد الاول.
في حاجات كتير قوي غبيه ممكن تحصل في حياتنا، زي مثلا ممكن ندور على النضاره عشان نقرا مثلا جورنال ولا حاجه واحنا اصلا لابسينها مثلا في ودننا. خلص. اغبى حاجه عملتها وانا ماشي ان انا نطيت من البسين من غير ما اخد بالي. يعني من اغبى الحاجات اللي عملتها قبل كده، كنت في فتره امتحانات وكنت مطبق تعبان جدا ومن غير قصدي حطيت الريموت مكان الخياره في الثلاجه. من اغبى الحاجات اللي بعملها من غير ما احس ان انا ممكن ادور على الموبايل وهو في ايدي. طيب ما معايا كوكا ومعايا فلاشه، الكوكا بتاعتي خلصت، بدل ما ارميها رميت الفلاشه. خلي بالك عشان هو مرهف الحس جدا. سوري يا مرهف. في حاجه كمان غريبه جدا بنعملها واحنا سايقين، بنبقى مولعين الكاسيت وبنسمع مزيكا وبعدين مثلا هنركن، فاحنا بنعمل مارش ريير لازم نوطي المزيكا قوي قوي قوي. هي اختي مارش ريير على فكره، ممكن لما نرجع من ضهرنا وتخلصي. لا هي اسمها مارش ريير وانتوا بتقولوها غلط، بتقولوها مارش ريير. هي مارش ريير. ده انا هنا خلاص. ايوه انا هنا عشان اجيب لك نقطه. ده انا هنا. نقطة لما تنقطك انت راخه تجيبي لمين نقطه؟ تجيبي لمين نقطه؟ لطنط. تجيبي لطنط نقطه؟ ايوه. دي طنط تموتكم كلكم تفضلي عايشه. بعد الشر إيه؟ علينا. دي تقضي على الاستوديو. بعد الشر علينا. يعني خلاص على الجماهير وبعدين تمزمز بيكي. بعد الشر عليا. انت مش شايفه؟ انا لسه في عز شبابي. ما تبصي لحجم كده وتتكلمي. ده احترام وقار. طنط. طب ابلة. وتجيب لك نقطه. انت راضيه عن نفسك؟ طب خالته. خالته؟ طب اتجوزي؟ طب بدار الاماره. ايوه ده ايه ده؟ فاحنا بنرجع بظهرنا. أيوة. وبنعمل مارش ريير يا بنت بنوطي المزيكا مش عارفه ليه، وكان الصوت له علاقه بالشوف. ده برضو في التركيز. اللحظه دي ده تركيز. عملوا دراسات ولقوا ان ده للتركيز لما عشان الواحد بيركز اكتر. بيركز اكتر من غير برافو صوت. برافو عليكي. وعملوا برضو نفس الدراسه دي على الحوادث. بنسمع مزيكا واحنا سايقين والحوادث عشان التركيز. اكتشفوا ان الحوادث مرتبطه ارتباط كبير قوي بالكاسيت العالي والعربيات لانه الحديثة. بيشتت والعربيات الحديثه الصوت المزيكا لا بيوطى لما العربيه تحس ان هيحصل حادثه. لما تفرملي مره واحده او في موقف العربيه حساسه بتوطي المزيكا. الميكانيكيه اشتغلوا. عندي نقطه عايزه اقولها بدل ما تديني نقطه. وانا عندي نقطه كمان عايزه اقولها. قولي يا انتصار يا اختي. العربيات الجديده او بقالنا مده كده طلع لنا اختراع بقى ايه، ان بالمفتاح بتاع العربيه بنرفع الازاز عن بعد والعربيه تتفتح قبل ما نروح لها بمترين، وننزل العربيه نسيبها مفتوحه ونقوم دايسين على اللوك بتاع المفتاح كده فالعربيه تقفل. كلنا عملنا النظام ده في المفاتيح بتاعتنا وتمام. في واحد بقى معاه عربيه معفنه جدا، عربيه رديئه والحمد لله ركب لها الموضوع ده، ينزل من العربيه بقى يقوم دايس على اللوك، فالزرايق قدام عينه للاربع بيبان تبقى كده تقوم نازله تك قدام عينه، يدوس على الزرار كده الشبابيك كلها تطلع، خلاص العربيه اتقفلت، اطلعت خمت بقى، لا خايف على العربيه، يقوم دايس على الزرار التاني بتاع اللوك فيتاكد، يقوم دايس تالت كده واحنا واقفين جنبه، دايس تالت رابع. طب ليه ما يشوف الباب قفل ولا لا؟ اسهل ده قدام عينه يا حبيبتي، واقف قدام يعني الشباك. ما هو ممكن يشد الاوكرا يعرف الباب قفل. الزرار قدامه الاسود اللي بتاع اللوك ده نزل وممكن يوصل لباب العماره يرجع. ويرجع تاني. هو ده تقريبا عنده هوس. ليه لما بنروح نركن في مكان واسع جدا وسعه فدان مثلا، مكان واسع هي ساحه ركن، اخش اركن الدنيا فاضيه ايه 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 ايه، فجاه الاقي اتنين مثلا جايين يركنوا جاي واقف جنبي. تقف جنبي ليه؟ دي فدان على فكره، يمكن عشان يعني تشيل الصبع مش شايفني انا انتصار. ليه بيلزق فيا؟ اول ما يشوف عربيه هناك يمشي بالمشروع عشان يروح جنب العربيه اللي راكنه كده. ده طبع البني ادم الونس. ولما لما تلاقي مثلا في مكان فاضي تبقى في امان، بيتلموا في نفس الحته، تلاقي مثلا مكان الدنيا واسعه تلاقيه جاي واقف جنبك، او مثلا تبقي قاعده على بنش دي اللي انا مش فاهمها والبنشات كلها فاضيه وكل وتلاقي حد وايه وجا لزق فيكي. بس ده بيعاكس بقى. لا لا ست مش فاهمه. طب ما في ما حبتش بقى الونس الانساني دلوقتي. الونس بزياده ده. نطلع فاصل ونرجع. استنى ورجعنا تاني لفقره الضيف. وضيفت النهارده ضيف عزيز علينا جدا جدا جدا، فنان كوميدي له تقله ووزنه وتاريخه، اشتغل كتير على المسرح واشتغل كتير في التلفزيون، والنهارده هو الحقيقه ماسك المسرح
الكوميدي، هو مدير المسرح الكوميدي وحاطط كل طاقته ومجهوده عشان يطور المسرح ويحسنه ويخليه يبدأ بداية جديدة قوية تليق بمكانة المسرح في مصر. معانا النهاردة الفنان مجدي صبحي. اهلا مبروك يا نصار. الحمد لله. اهلا يا هادي، ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك ازي حضرتك؟ كل ازيك صحتك؟ ازي صحتك؟ اهلا 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 بالفنان مجدي صبحي. ايه ده، اربع ستات على رجل واحد، ازاي؟ ده صعب قوي. انا عايز اسالك، انت ليه دايما بتلبس البدله ومحنتف والقميص والكرافته والجزمه متلمعه من وانت طالب في المعهد؟ لا، وانا عندي 4 سنين. شفت بتنفسن على طول، على طول بتدي فرصه. لا بصي، حاجات البدل انا عندي بتاع 30 بدله وبتاع 80 جرافطه، وانا بعشق البدل صيف وشتاء. ويمكن انا كنت دايما اشوف بابا انيق، بابا ده كان انيق وكان شيك قوي، بدل وجرافطات والخاتم الذهب، وهو قاعد على شباك التذاكر كده بيبقى برنس. فانا دايما كنت اشوف بابا كده، بس هي بقى برضك الجينات ما تقولي، فده على طول، فلازم انا البدل يعني اكبرت على ده، فبقيت حتى يعني اجيب لك صوره عندي 6 سنين بدله وجرافطه، حتى وانا في اسكندريه في الرمله بدله وجرافطه قاعد كده. وعلى فكره شكلا كمان اخدت شكله. شكلا كمان اخدت شكل باباك. انا فعلا يمكن انا تحكي لنا شويه عن والدك ومدى تاثيره. انت دخلتي على طول كده وبابا، احنا طالما الشكل يعني انا حضرته. يمكن انا ما كبرت شويه وخسيت شويه، خدت من بابا شويه كتير. وانت طبعا اخوك الفنان محمد صبحي. طبعا، لكن الاساس هو بابا اللي محببنا في المسرح. دي حقيقه فعلا. طبعا انا شوفي، انا لما اتولدت، اول ما اتولدت بعديها بيوم مدام سناء جميل الله يرحمها قالت لبابا يا صبحي انت ايه خلفت ايه؟ قال لها خلفت قرد. خلفت بني ادم. خلفت ايه؟ قال لها خلفت ولد، سميته مجدي. مجدي قالت له، هي كانت بتعرف تفصل كويس قوي، فقالت له بكره هبعت لك بيجامتين لي زغننين كده. وكانت اول يعني اول حاجه البسها كانت من تفصيل سناء جميل. الله. انا مش عارف يعني، من صغرنا كده واحنا في المسرح يعني، وانا كده صغير كنت بروح مع بابا المسرح القومي، اتفرج على سناء جميل، واتفرج على حمدي غيث، واتفرج على عبد الله غيث، عمالقه المسرح القومي. اتفرجت على فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، محمد عوض، وانا صغير يعني شربت المسألة وبقيت باصص وأنا مبهور. فالحقيقة أنا سمعت مرة أنه ورطوك مرة في دور مع يوسف وهبي، أو أنت كنت هتموت على دور طفل في مسرحية مع يوسف. لا، دي حكاية كبيرة جدا. كويس أن المعدين عاملين السي في ده. بابا كان مدير فرقة يوسف وهبي، مدير فرقة رمسيس، وكان مدير فرقة ومدير التسويق في هيئة المسرح. فأنا كنت في يوم من الأيام مع بابا في الصالة وقاعد وبتاع، وبالبدلة برضو وجرافطة وقليل وبتاع وكل حاجة. ففي ولد وبنت بيطلعوا بيقولوا بابا بابا، بس جملة. الولد ده جاله حمى وعي في نفس اليوم اللي أنا كنت موجود فيه. فجي مساعد المخرج قال له بابا ممكن بس ناخد ابنك يا أستاذ صبحي بس يقولوا الجملة دي. فبابا قال لي تعرف؟ قلت له اعرف، وانا مش عارف حاجه. فالمهم جه الراجل مساعد المخرج قال لي يوسف بيه هيكون واقف هنا، والست امينه هتكون واقفه هنا، امينه رزق، وانت ايه هتقف هنا انت والبنت، وعلم لي بتبشيره كده خلاص. قلت له طيب. قال لي يوسف بيه هقول جمله واحده، فاقول لكم اخلاص يا اولاد الخطيئه ويضربكم بالنار، ايه انت هتقع هنشدك. قلت له طيب. قلت له هتشدني فين؟ قال لي في الضلمه. قلت له طيب. وحانت اللحظه. حانت اللحظة ويوسف بيه بقى أمينة رزق بقى بتقول له دول ولادك ارحمني. لا اخرص، دول مش ولادي، دول ولاد الخطيئة. فاحنا دخلنا بابا بابا اخرص يا ولاد الخطيئة، طخ طخ. المفروض ان انا اي انا ما قلتش اي، انا قلت اي اخص عليك يا بابا. بيجود ايه؟ فلقيت فجأة طبعا حصل بلاك، والراجل شدني مش من رقبتي، مساعد المخرج شدني من جسمي كله. الله يخرب بيتك هترفدني بسببك.
انا خرجت وكانت دي قفله فصل. فيوسف وهبي بقى ايه حكايته هو مش بيقولها كل يوم ايه هو اتجنن ايه. فقال له يا استاذ يا يوسف بيه ده مش الولد ده ابن الاستاذ محمود صبحي. وقال له ايه هنا هو تعال هنا. هو بيقول لي تعالى هنا في صوته الجرشاء صوت فظيع. انا مش شايف قدامي يوسف وهبي انا شايف قدامي سفير جهنم الرموش الطويله والضوافر فانا رجلي بره ورجلي ايه جوه. فقال لي تعالى هنا بيزعق لي. فقلت له نعم نعم انا عيل بقى نعم. قال لي ايه حكايتك هتخرج عن النص من دلوقتي. لقيت نفسي تطرت عشان يوسف لا مش يوسف لا مش شيطان جهنم. بس بعد كده اداني شوكولاتاي والله اداني شوكولاتاي كبيره كده وفيها بن ولوز وبتاع. الشوكولاتاي دي انا احتفظت بيها لمده 4 سنين لغايه ما اكلها النمل واخد بالي. بس بقى في اليوم ده انا حصل لي ايه؟ خدت حته دينا علقه من ابويا اكيد. والله مرحوم محمود صبحي اشتغلت مع الاستاذ محمد صبحي الهمجي كنت صغنطوطه كده في ثانوي وكنت واخده اختي معايا صغيره اختي كانت اموره كده تتحب فلقاها داخله في ايدي المسرح وكنا في عيد نادها قال تعالي هنا فانا اتخضيت قلت هيطردها لان كانت شديد جدا وما كانش مسموح لحد فينا يغلط ما ينفعش حد يغلط من الأستاذ صبحي المسرح عنده التزام رهيب فدخلة قلت بس هياخدها من إيدي ويطردها يقول لي إيه اللي خلاك تجيب الضيوف معاكي لقيته قام طلع 5 جنيه جنيهات ورق وقال لها كل سنة وانتي طيبة عيديتك حافظي عليها فدخلت مش مصدقة فحكيت للأستاذ صبحي قال لي إيه ده بابا عطى أختك 5 جنيه حافظي عليهم شليهم دول هيطولوا عمرك. بس عايزين نقول للجمهور برضو شخصية محمود صبحي شبه مين؟ علي مظهر المؤسسه اسمه علي بيه مظهر اللي هي شخصية محمد صبحي قالوا بابا هتطلع ده فيلم واتعملت فيلم ده فيلم لا هو بابا كان عبقري في التسويق يعني انا هقول لك على حاجة بمناسبة التسويق دي في الخمسينات كان المسرح المصري واقع شوية ف يوسف وهبي اتصل ببابا قال له يا محمود الحقنا احنا الدنيا واقعه وما عندناش فلوس وبتاع قال لي يوسف بيه اديني يعني يومين انا هكسر لك الدنيا وهعمل لك حفلات وهعمل قال له يا حفلتين طمن ما مرش مش يومين نص ساعه قال لي يوسف بيه ابشر ابشر يوسف بيه قال له ايه قال له هنسافر انا حفلتين رازبوتين وبيوم افندي اوكي قال له اوكي قال له بس طلب منك حاجه يعني قال له قول قال له حضرتك تلبس بس بدله بيضه وطربوش احمر ورده بيضه هنا او حمراء فقال له ليه قال له بس في مفاجات يعني حضرتك هتنزل من القطر هتلاقي مفاجات فقال له اوكي نعم ماشي ركب القطر ونزل فبابا محضر له لا محضر له ايه في هنا في الصعيد يعني سجاده حمراء طويله كده للاخر خلاص مين استقبل يوسف وهبي بتوع ال بيعمل برمضان ده تسويق عمل ايه لا ده اللي جاي لك ابشع ده ايه ده فيوسف بقى ده يوسف بيه قال له ايه يا صبحي ده ايه دول ايه دول طبعا ما هي قال له اصبر اصبر يوسف بيه في دماغي حاجات كتيره جدا اصبر خرج من باب ايه المحطه المفروض في عربيه بتركبه وبتوديه فقال له يوسف بيه انا محضر لك حنطور قال له قال اركب حنطور قال له اركب حنطور اركب يوسف بيه زقه وركبه خلاص في تندة كده في تندة قال له خلاص الحصان ابتدى يمشي فقال له يوسف بيه ابتدينا نمشي نتحرك ارفع تندة لورا قال له انا ارفع تندة لورا قال له ارفع يوسف بيه اتجنن منه اتجنن فراح رفع التندة لورا قال يوسف بيه قوم اقف قوم اقف طبعا الجماهير يوسف بيه جاي صعيد جماهير عريضة خلاص هم حفلتين اوكي فقال لهم يوسف بيه انت وقفت قال له ايوه يا شيخ وقفت قال لهم باي باي بايدك اليمين وبايدك الشمال قال لهم باي باي قال لهم باي 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 دي جابت 10 حفلات بدل حفلتين اوف كامل العدد بس بهدل ومرمط من لا شيء انت ايه احلامك في المسرح لما دلوقتي بقيت مدير فقربت شويه من الكراسي الاداريه فبتحلم تعمل ايه عشان تبقى زي باباك لا زي دي لا لحظه واحده زي لا هنطلع فاصل ونرجع نكمل اجابه حضرتك تحت نطلع فاصل يلا بقى جاوبني بقى قول لي ايه احلامك تجاه المسرح
كمدير يعني المسرح كوميدي. بصي انا حكايه المدير دي ما كانتش في دماغي، انا راجل فنان يعني، ما كانتش في دماغي والله خالص، ولا سعيت ليها رغم ان في كتير من زمايلي بيسعوا للحكايه دي ومش عارف بيسعوا على ايه، على وجع القلب والله وجع مسؤوليه كبيره جدا وجع قلب في ظروف صعبه كمان جدا. بس انا حكايه المدير دي فوجئت بيها ان خالد جلال وفتوح احمد بيكلموني وبيقولوا في يوم كده كنت بشرب شاي وبسمع ام كلثوم في اوضتي، انت بقيت مدير مسرح كوميدي. فقلت لهم ايه؟ قلت لهم مدير ايه؟ والحكايات المدير دي ما كانتش في دماغي، ولكن انا ما بحبش بقى الفشل. فاول ما دخلت 15 يوم عملت مشروع للبيت الفني للمسرح عشان اشغل زمايلي ما بيشتغلوش في البيت الفني، حاجه اسمها ساعه كوميديا، وقلت ايه اعمل كل شهرين روايه والم بيها كل افراد زمايلي في في البيت واعمل بيهم عرض، وسميتها المشروع ده سميته ساعه كوميديا، كل شهرين روايه ب 12، كل شهرين روايه 12 في 4 في بكام؟ ب 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 يوسف بيه برضك في 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 الخمسينات برضو اتصل بابا قال له يا صبحي شوف برضك شوف لنا حاجه. فقال له حاضر هشوف لك حفلتين. ما فاتش 10 دقايق وكلم بابا قال له يوسف بيه ممكن تديني انا الحفلتين؟ انا ليه انا بتوعي. فطبعا يوسف وهبي يعني بدل ما يديله الحفله ب 10 قروش اداله الحفله ب 5 قروش عشان بس ياكل عيش ويكسب. فبابا فرح جدا فقال له خلاص هنعمل في الاوبرا كذا وكذا وكذا بيوم افندي برضه بتاع مش عارف ايه خلاص. وحصل يوم العرض يوسف وهبي كان قاعد في اوضته وسمع هامينج عالي جدا في المسرح، كان جمهور كتير قوي، فمسك الستاره وبص كده فلقى بابا مقعد كل اتنين في كرسي، قال له ساعة اخوك اقعد اقعد جنبه، ساعة اخوك اقعد على الارض، ساعة اخوك اقعد. باع الحفله بثلاث حفلات يعني كسب ثلاث اضعاف واخد بالك. فيوسف وهبي حاسس ان انت يعني الحفله كانها ثلاث حفلات وكلهم قاعدين في نفس المكان وما لهوش دعوه. يوسف بيه دي بتاعتي حفلتي يعني كرسي كده فيه ثلاثه او اثنين قاعدين وساعه اخوك اقعد اقعد جنبه خلاص. فيوسف وهبي شاف الحكايه فقعد في اوضته فتح الفصل الاولاني فقالوا ابعتوا لي صبح انا عايزه. فقالوا لي الصبح يتكلم يوسف بيه فبقى فرح قال لي ده هيديني بقى 10 حفلات كمان وبتاع فرح. قال لي ابشر يوسف بيه ايه رايك في النجاح؟ ايه حكايه ساعه اخوك ده يا صبح؟ قال له يوسف بيه ما تبصش لرزق عيالي. قال له ايه الحكايه انا عايز اعرف. قال له ما انا قال له مش انا هتديني نصيبي من الفلوس ولا ما ولا ما افتحش. طبعا الناس 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 الصراحه خدت وقت كبير قوي في المناقشه بقى في المناقشه فالناس صفرت وسقفت عايزه تعرض. قال له بص انا مش هعرض لما اخد فلوس. قال يوسف بيه هيبهدلوني. قال له ماليش دعوه انا عايز الفلوس. جاب له شنطه كده فيها قروش وملاليم وخمسه ساغ وقسموا الايراد بينهم. فبابا خارج وزعلان قال له يا صبحي عايز حفلات تاني؟ قال له ولا حفلات ولا ليله ولا عايز اشتغل خالص. كلت رزق عيالي. استاذ مجدي احنا تشرفنا بحضورك عندنا النهارده بجد، وكانت حلقه جميله واحنا استمتعنا ومش عايزين الفقره تخلص اصلا، وانت نورتنا ونورت نفسنا ونحب نشوفك تاني وربنا معاك ويوفقك في مجهوداتك الرائعه عشان مسرح الكوميدي يا رب. وان شاء الله يعني طبعا انا بشكركم جدا، اول مره اجي يعني برنامج نفسنا وهو برنامج ظريف بيكو ومخرجه بكل الموجودين، وسعيد ان انا فزتيكوا في وسط هؤلاء الجماهير الجميله، واتمنى لكم النجاح والمزيد من النجاح. ميرسي يا استاذ مجدي. شكر. مشاهدينا خلصت حلقتنا، اصبحوا على خير. هو احنا بنعمل مارشا ريال لازم نوطي المزيكا قوي قوي قوي. هي اختي مارشا ريال على فكره بتقولي لما نرجع من الدوامه وتخلصي. لا هي اسمها مارشا ريال وانتوا بتقولوها غلط، بتقولوها مارشا دير. هي مارشا ريال. ده انا هنا خلاص. ايوه انا هنا عشان اجيب لك نقطه. ده انا هنا. وانت لما تنططك انت راخه تجيبي لمين نقطه؟ تجيبي لمين نقطه؟ لطنط. تجيبي لطنط نقطه؟ ايوه. دي طنط تموتكم كلكم تفضل. بعد الشر علينا. بتقضي على الاستوديو. بعد الشر علينا.